في المرحلة الابتدائية مصادر التعلم للطلاب اللي في رابعة وخمسة وسادسة احنا هنعمل طفرة كبيرة جدا في القنوات التعليمية، هتشوفوها في الاخر، هيبقى كل اللي كان بيتدرس في الحصص هيتعمل على التلفزيون. يعني جدول رابعة ابتدائي بتاع كل المواد، جدول خمسة ابتدائي، ستة، مشروع ضخم جدا هيتعمل هنا حصة بحصة يوم بيوم. فالطالب اللي في رابعة وخمسة وستة ابتدائي هيلاقي كل المناهج على الهوا وبتتعاد وبتنزل له هنا وعلى يوتيوب. ده اللي ما عندوش انترنت. اللي عنده انترنت هيبقى عنده القنوات التعليمية زائد منصة إدمودو اللي فيها فصول افتراضية بيكلم فيها المعلم، المكتبة الإلكترونية اللي فيها مراجع إضافية للأعمار دي، ومنصة البث المباشر. فكده اللي عنده إنترنت عنده إضافات، اللي ما عندوش إنترنت مفيش مشكلة خالص، بيروح المدرسة حسب أيام الجدول وعنده القنوات التعليمية مغطية بالكامل من رابعة لستة ابتدائي.